نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا. هي واحدة من اللواتي عزمن على ختم القرآن الكريم رغم الصعاب وتكبد عناء التنقل بين هذه الأحراش وصولا إلى مسجد النصر بقرية بالول. إبراهيم هبة الرحمن، ها هي تختم كتاب الله عز وجل بين زميلاتها. كان الوالد والوالدة حفظهم الله يشجعاني كثيرا وإخوتي أيضا، إلا أني لقيت استحسانا كثيرا من الأستاذة، كانت يعني تكرر بنا وتعود لنا الحفظ كل مرة باش ما تخليناش ننساوه. يوم الذي ختمت فيه القرآن الكريم كان يوما لن أنساه طوال حياتي. يتعب ويجو من مسافات بعيدة ما نفشلوش ثاني، الله يبارك يعني يقرأوا كما أنا كنت مزايرة عليهم، ثاني عندهم هدف إرادة أنهم يختموا القرآن. الحمد لله ثاني والديهم قائمين بيهم ومزايرينهم به يقرأوا. تشجيع والديها ومرافقة معلمتها زادها إصرارا على مواصلة إكمال الحفظ ومحققة نجاحا في مجالها الدراسي على صعيد آخر. كنت أوفق بين القرآن الكريم يعني والدراسة، كنت أحفظ أدرس يوما كاملا وأحفظ في الليل مثلا هكا بالخميس في الليل، ولا باش نعرضه بالجمعة الصباح ولا بالسبت. أنا فرحة كبيرة، نعمة كبيرة، كشي قد هذه النعمة، هذه نعمة من عند ربي، هذه اللي نحمد ربي نشكره على هذه النعمة اللي أعطاها لنا في حفظ القرآن الكريم. هي الفرحة والفوز فوق مضمار لا يقاس فيه النجاح بالمسافات بل بإحكام الصور والآيات، حققته هبة الرحمن في انتظار وصول باقي زميلاتها.